الشاب التركي ياسين جينكيز صاحب الكرش المنفوخ يحصد الملايير. وصل صاحب الكرش ياسين جينكيز الذي يرقص بهز بطنه لمداخيل خيالية من عائدات مواقع التواصل الاجتماعي وتقدر بملايين الدولارات. بينما وأنت تفكر وتعمل لثمان ساعات في اليوم وربما أكثر وتجهد نفسك لستة أيام في الأسبوع لكسب قوتك ورزقك، هناك شاب تركي يصور نفسه وهو يهز بطنه كل يوم لمدة 20 ثانية فقط، فيحقق دخلا شهريا يفوق بكثير ما تكسبه أنت خلال سنة كاملة، بل وتنهال عليه الدعوات لحضور افتتاح فنادق ومحلات وإطلاق علامات وماركات تجارية بمقابل مالي مغري جدا، مع أن محتواه فقط هز الكرش. فلا تحزن، لا زال عندك شيء تستطيع هزاه حتى تحقق هذا الدخل المغري. لا تخفي كرشك بعد اليوم، فوزنها ذهب.